السلام عليكم، معكم حتى تحقيق النجاح والتفوق إن شاء الله. لكم في هذا الفيديو نصائح تساعدكم على تحقيق أقصى استفادة من فيديوهات اليوتيوب التعليمية أو المفيدة عموما. أولا، كبر الشاشة لتحقيق التركيز المطلوب ولا تشوش عليك مقترحات اليوتيوب الأخرى. ثانيا، إذا صادفت فيديو مفيد وليس لك الوقت لمشاهدته، ضعه في قائمة المشاهدة لاحقا، regarder plus tard or watch later، ولا تعتمد على ذاكرتك لتذكر هذا الفيديو، قد تنساه أكيد. ثالثا، اجعل قائمة الاشتراكات هي مدخلك إلى اليوتيوب حتى يقترح عليك الفيديوهات التي تنشرها قنواتك التي أنت مشترك فيها بالفعل ومهتم بمحتواها. رابعا، استخدم خاصية تسريع الفيديو إذا وجدت أن شرح المدرس بطيء، أو إذا أثار انتباهك نقطة معينة يمكن أن تكتبها جانبا. خامسا، استخدم خاصية التوقف والتقدم والاسترجاع، خصوصا إذا وجدت نقطة لم تستوعبها جيدا، وهذا يحصل في الغالب. سادسا وأخيرا، ليكن بجانبك دفتر وقلم لتدوين الأفكار والبحث إن تطلب الأمر ذلك. السؤال الذي سنقدم اليوم وحل مقترح لسؤال وردنا من أحد المتابعين على القناة، وهو كالتالي: ليكن x و y من n، x يخالف 4 أو y يخالف 1، أمبليك x أس 2 ناقص y أس 2 يخالف 2 y زائد 13. إذن أول فكرة أنصحكم بها هي توظيف الاستلزام المضاد للعكس. نذكر بأن p يستلزم q، هذا الاستلزام يكافئه الاستلزام التالي، كي بار يستلزم بي بار. غالبا يكون أحد الاستلزامات أسهل من الآخر، وبالتالي إذا بينا أحد الاستلزامات فكأننا بينا الآخر، لأن لهما نفس قيمة الحقيقة. بمعنى أنه إذا كنا قادرين أن نبين الاستلزام الذي على اليمين، فإن الاستلزام الذي على اليسار صحيح أيضا. ومنه لدينا x يخالف 4 أو y يخالف 1 يستلزم x مربع ناقص y مربع يخالف 2 y يكافئ x مربع ناقص y مربع يساوي 2 y زائد 13 يستلزم x يساوي 4 و y يساوي 1. تتعرفوا بأن النفي ديال يخالف راه يساوي، والنفي ديال p و q p و q النفي ديالها هي p بار او q، بي بار او كي. الا كان عندك هنا اي تجي هنا تدير او، والا كان عندك هنا او كدير هنا اي. هاد او الرمز ديالها هو هذا، اي الرمز ديالها هو هذا، سامبول ديال كونجونكسيون، هذا سامبول ديال ديسجونكسيون. ديسجونكسيون لوجيك بيان سور، او كونجونكسيون لوجيك كنستعملو اي. طيب، اذا ما علينا الا البرهان على اكس مربع ناقص واي مربع يساوي 2 واي زائد 13 يستلزم اكس يساوي 4 واي يساوي 1. إذا نبدأ على بركة الله. لدينا الخطوة الأولى هي أننا سنستعمل استلزامات متتالية. نبدأ من هذا الاستلزام المتواجد على اليسار ونحاول الوصول إلى هذا العبارة المتواجدة على اليمين. يعني نبدأ بالعبارة اليسرى اللي هي x مربع ناقص y مربع يساوي 2 y زائد 13. أول فكرة هو أنه نلاحظ بأن عندنا هنا y مربع، هنا ناقص، هنا 2 y. نجيب هذا 2 y للطرف الأول، تصبح x مربع ناقص y مربع ناقص y مربع ناقص 2 y يساوي 13. نلاحظ أن ناقص y مربع ناقص 2 y يمكن أن نعمل بناقص 1 بعد أن نحصل على تتمة ديال المتطابقة الهامة. إذا يمكن نعمله بناقص، تولي ناقص y مربع ناقص y مربع زائد 2 y. عملت هنا بناقص 1 يعني خرجت ناقص، غير يمكن لي نضيف هنا 1 باش نكمل المتطابقه الهامه. بمعنى انني نقصت 1، اذا حتى هنا غنقص 1، حتى هذا الواحد راه داخل في الاقواس، الا نشرنا غتولي ناقص 1 هنا، اذا غنقصوا حتى هنا 1. نتمنى تكون هذه الفكره هنا واضحه، راه ما صعيباش بزاف. اذا x مربع ناقص y زائد 1 الكل مربع كتساوي 12 يستلزم. كتلاحظوا بأن هذه متطابقة هامة، هي x ناقص y زائد 1 عامل على x زائد y زائد 1 كتساوي 12 يستلزم. غنحيدوا الأقواس الداخلية، x ناقص y ناقص 1 عامل على x زائد y زائد 1 يساوي 12. طيب، كنعرفوا بأن x و y من n،
إذا لدينا إكس و إكراك من إن، ومنه فورسيمون غتكون عندنا إكس زائد إكراك زائد واحد ينتمي إلى إن. إذا هاد 12 كتنتمي لإن، وهاد التعبير كينتمي لإن، يعني هاد العدد هذا إكس ناقص إكراك ناقص واحد المفروض خصو ينتمي لإن. إذا نلاحظ أن، ملاحظة أخرى، نلاحظ أن طبعا الملاحظة هي أو بين عفوا أكبر من إكس ناقص إكراك ناقص واحد. لماذا هذا الاختيار؟ لأننا نريد أن نكتب 12 على شكل جذاء، بما أن هذا جذاء إذن هاد 12 غتكون جذاء عددين صحيحين طبيعيين. إذن باش نفكوها على شكل جذاء عددين صحيحين طبيعيين خصنا نعرفوا شنو هما القواسم ديال 12. إذن لي ديفيزور ديال 12 شكون هما؟ هنا غادي نعطيكم واحد، ممكن تلقاوهم بسهولة، ولكن بغيت فقط نذكر بتقنية لإيجاد القواسم ديال أي عدد واللي شفناها في الجدع المشترك، وربما تقدر البعض منكم ما شافهاش. هاد التقنية كتنبني على الشكل التالي، وغنعتبر 12 مثال لشرحها. مثلا إذا كتبنا 12 على شكل جذاء عوامل أولية، غنلقاو هي 2 أس 2 في 3 أس 1. طيب إذا هاد الأسين 2 و 1 غيساعدونا على إيجاد عدد هذه القواسم ديال 12. شنو كيفاش غنلقاو العدد ديالها؟ غنشدو الاس الاول اللي هو جوج غنضيفو عليه واحد، ونشدو الاس الثاني ونضيفو عليه واحد، ونديرو الضرب بين هاد النتيجتين. عطينا 3 في جوج هي 6، اذا عدد القواسم غيكون 6 ليس اكثر. القاسم الاول، القاسم الثاني، القاسم الثالث، القاسم الرابع، الخامس والسادس. ولكن الان ما هي هذه القواسم؟ للتعرف على هذه القواسم ننجز العملية التالية. لاحظوا كنشدوا القوى ديال اثنان ابتداء من 2 أس 0 زائد 2 أس 1، وحنا غاديين بالرفع في الأس حتى نوصلوا للأس اللي عندنا واللي هو 2 أس 2. نسدوا القوس، نعاودوا نفتحوا قوس ونديروا 3 أس 0 زائد 3 أس 1، ثم ننشر ولا لا نحسب المجموع. يعني 2 أس 0 في 3 أس 0 يعني تعطينا 1 زائد 2 زائد 4 مضروبة في 1 زائد 3، باش تبان لي الفكرة أو أسهل، وأنت نتوما تتبعوا معايا. واحد في واحد واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة، جوج في واحد جوج، جوج في ثلاثة ستة، أربعة في واحد أربعة، وأربعة في ثلاثة 12. إذا شحال لقينا من القاسم؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة 12. إذا أربعة خمسة عفوا ستة. شكون هما هاد الأعداد؟ نبداو بالأصغر، واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة و 12. إذا كيف يمكن كتابة 12 على شكل جداءات؟ إذا ممكن تكون 12 هي 1 في 12، أو 12 هي 2 في 6، أو 12 هي 3 في 4. من خلال هذا الجداء غنحصل على 3 نظمات، في الحقيقة 6 نظمات، ولكن غنقتصر فقط على 3 لأننا لاحظنا أن x زائد y زائد 1 فهي أكبر من x ناقص y ناقص 1. يعني ما يمكنش ناخذ مثلا x ناقص y ناقص 1 كيساوي 6، و x زائد y زائد 1 كيساوي 2، هذا غير منطقي لأن واحد فيهم أكبر من الآخر. إذا غنحصلوا على المتتاليات التالية، أو على النظمات عفوا التالية: x زائد y زائد 1 كتساوي 12، أو x ناقص y ناقص 1 كتساوي 1، أو يعني أو إكس زائد إكراك زائد واحد كتساوي 6، و إكس ناقص إكراك ناقص واحد كتساوي 2، أو إكس زائد إكراك زائد واحد كتساوي 4، و إكس ناقص إكراك ناقص واحد كتساوي 3. هنا ما نقدروش ناخذ النظمات الاخرى لان فهمناكم علاش، لان ما يمكنش ناخذ هنا 12 وهنا واحد لان العدد كبر من هذا فورسيمون. اذا يستلزم غادي نمشي هنا نحل هذه النظمه، والطريقه ديال الحل هنا باينه هي طريقه التاليف الخطيه، ميثود دو كومبيناسيون لينيير. غادي نجمع هذه السطرين ونحافظ على السطر الاول. ملي غنجمع السطرين الاولين الاول مع الثاني غنحصل على 2 اكس اي مع ناقص اي مشات، و1 ناقص 1 مشات، غيبقى عندي 2 زائد 1 12 زائد 1 هي 13. وهنا بالنسبه للفوق غيبقى عندي اكس زائد اي زائد 1 كتساوي 12، او اكس زائد اي زائد واحد كتساوي 6، وغنجمع اكس زائد اكراك زائد واحد مع اكس ناقص اكراك ناقص واحد، غنحصل على 2 اكس كتساوي 6 زائد 2 هي 8، او نفس الطريقه زائد واحد كتساوي 4، وهنا ملي غنجمع غنلقى 2 اكس كتساوي 7. كتلاحظوا بان
بأن هاد النظمات وحدة فيهم هي اللي غتعطينا إكس عدد صحيح طبيعي، لأن هنا غتعطينا إكس كيساوي 13 على 2 وهذا لا ينتمي إلى N، وهنا غتعطينا إكس كيساوي 7 على 2 وهذا لا ينتمي إلى N. إذا غادي نهملوا هاد النظمة الأولى والنظمة الثالثة، أتقلنا غير النظمة الثانية، يعني غتعطينا إكس كيساوي 8 على 2 واللي هي 4، وغنعوض 4 الفوق تولي 4 زائد إكراك زائد 1 كتساوي 6، يستلزم إكراك إكس كيساوي 4، عفوا نكتبها لتحت أفضل، إذا تولي تعطيني هنا إكس كتساوي 4 وإكراك. لاحظوا شنو هو العدد اللي غنضيفوه على 4 و1 باش تكون النتيجة 6، هي 1 4 زائد 1، أو لا نحلوا المعادلة، يعني 4 زائد 1 5 نجيبوها لهاد الجهة تولي 6 ناقص 1 هي 1. إذا الخلاصة هي أنه إكس مربع ناقص إكراك مربع كيساوي 2 إكراك زائد 13، يستلزم أن إكس يساوي 4، و لأن هاد الرمز هذا في الرياضيات اللامة كتعني إي داكوغ، و إكس و إكراك يساوي 1. إذن غادي نديرو الاستسلام المضاد للعكس، إذن هو صحيح، وبالتالي السؤال إكس يخالف 4 و إكراك يخالف 1، يستلزم أن إكس مربع ناقص إكراك مربع يخالف 2 إكراك زائد 13. بسمك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله، السلام عليكم.